طمنا على المنتخب، احنا بنقول ان المنتخب فوق الجميع. ايه اللي حصل في المنتخب والازمه اللي حصلت؟ لان الموضوع يعني في ناس بتفسره بشكل يعني اكبر من حجمه. حاج عامر، انا طبعا مع حضرتك وبشكر حضرتك على المقدمه ديت، ان اكيد طبعا المنتخب نمره واحد، كل الكره اللي معموله في مصر عشان خاطر المنتخبات الوطنيه. صحيح. ان الحمد لله الامور ماشيه كويس جدا من اول معسكر الامارات والمباريات الوديه اللي اتعملت مع زامبيا والجزائر، ومستوى المنتخب تصاعد الحمد لله. امبارح مكسب كبير، والنهارده الحمد لله وامبارح اللي معانا في المجموعه تعادلوا، فبالتالي بقى عندنا دفعه قويه من الاول ان احنا بنفرق بالنقاط. فعشان كده نتمنى ان نديش الحاجه اكتر من حجمها. اي لعبه جماعيه واي فريق جماعي بيحصل فيه مشكله مع لعيب او اثنين او ثلاثه، المدير الفني بياخد قرار اللي هو شايفه مناسب، خاصه ان مستر فيتوري احنا مدينه كل الصلاحيات من يوم ما جه. راجل قاعد معانا 4 سنين عقد بتاعه، بيعمل منتخب قوي، بيعمل منتخب من جميع الاجيال الموجوده. عشان في ناس عندها خبره، في ناس من مرحله الوسط، في ناس الشباب هيستعين بيها، انه قاعد معانا 4 سنين مش جاي سنه ويمشي، فبيعمل نتائج ويمشي ويسيب قدامه مشروع. فعنده مشروع، فالحمد لله الامور ماشيه طبقا ما هو تم التخطيط له. والراجل شخصيه متزنه جدا، وده اللي بيطمني. انت اتعاملت معاه كتير من اول ما جه، واحنا مرينا على كل الانديه قبل ما يشتغل. وشاف كل ظروف كل الانديه، وهو عارف طباع الشخصيه المصريه، وعارف ان هو البرتغاليين بيبقوا قريبين مننا شويه. والراجل جاي كان من نادي بنفيكا، وعنده ضغط جماهيري هناك في بنفيكا من الانديه الكبيره، فبالتالي من عارف الضغوط اللي بتحصل من الجماهير. هو قريب جدا من اللعيبه، لان انا كنت معاهم في معسكر الامارات في المباراتين اللي فاتوا، وعشت معاهم ليل ونهار 10 ايام، وشخصيته وتعامله مع اللعيبه ومع الكابتن محمد صلاح، كل الامور بتمشي في هدوء. هو اكيد اخذ القرار المناسب قبل المباراه بتاعت يوم الاحد، انما مش عايز ندي الموضوع اكبر من صح من حقه. حاج عامر، انت يعني هو شخصيه باين عليه ان هو فعلا جاي يشتغل الشغلانه بجد، شخصيته قويه، بيعرف يتعامل مع كل لاعب على حده. بس عايزه اعرف، هو اول مره يتعرض لموقف عامل كده، فالموضوع ده حصل ليه اصلا؟ يعني ايه فكره عدم التزامهم بالتمرين وان مساعده يجي يبلغه بقرار؟ يعني ايه اللي حصل؟ لا، ما هي الامور التفاصيل دي بتبقى عند اللاعبين، مش عند حد يعني. يعني ما فيش لعيب هيجي يقول لحضرتك انا كنت مش ملتزم او انا لا، كل واحد بيبقى القرار اللي واخده ده حاجه جواه. انما هو في الاخر لما المدير الفني واللي راجل القائد بتاع المجموعه هو شاف المصلحه بتاعت المنتخب ومصلحته ايه، فبالتالي بياخد القرار المناسب. بس النقطه اللي بحب اتكلم عليها ان الراجل مش من النوعيه اللي بيحب ويكره، يعني مش لما ياخد موقف من اللاعب هيفضل مدى الحياه هياخد موقف من اللاعب دوت. هو شاف العقوبه المناسبه ان هو ما يسافرش معاه، او من مصلحه المنتخب ان هو لا، هم ما عندهمش الحماس الكافي ان هم يسافروا معاه، فبالتالي تم منعهم من المباراه بتاعت يوم الاحد. فنتمنى ان الناس كلها تتكلم على المباراه بتاعت يوم الاحد واهميه المباراه، لانها هتبقى فرصه كبيره ان شاء الله، خاصه الناس ما تستهينش بالمباراه ديت، لان الملعب صح مش على اعلى مستوى، الملعب نجيل صناعي والامور صعبه هناك في ليبيريا، فبالتالي المباراه هتبقى صعبه، وان شاء الله نكسب يبقى عندنا فرصه كبيره، هيبقى عندنا 6 نقط وفرق كتير اللي معانا كلها. في جيبوتي ما عندهاش ولا نقطه، الاربع منتخبات التانيين عندهم نقطه واحده، فبالتالي فرصه من الاول، ما نستناش لغايه اخر مباراه ونعمل الحسابات بتاعتنا. فربنا ادانا الفرصه من الاول ان احنا نركب الجدول بتاعنا ونرتاح بدري، فنكمل كده بقى، نكمل كده يا حاج عامر. فنتمنى يبقى كل التركيز على المباراه مش على الموقف دوت يعني. يعني نعتبر ان ده موقف بيحصل في اي فرقه جماعيه، واكيد طول ما في بشر وفي ناس هتغلط وفي عقوبات بتحصل. صح. وده يا حاج عامر مش معناه
ان اللعيبه ديت مستبعده حتى اشعار اخر، يعني فيهم ان هم ينضموا للمنتخب المعسكر الجاي. ما انا بقول لحضرتك الراجل ما بيحب، مش حته ان هو عندوش النوعيه ان هو يحب ويكره، لا هو بيشوف المصلحه فين. هو شاف المصلحه ان القرار يتاخد في التوقيت دوت، انما بعد كده طبعا هيحتاج اي حد فيهم اكيد هيبقى هو برضه صاحب القرار، ولو في مصلحه للمنتخب اكيد هيجيبهم تاني، وعلى حسب مستواهم الفني وقت البطوله، وقت افريقيا لسه قدامنا شهر ونص على البطوله. المعسكر اللي بعديه يوم 3 يناير 2 يناير يبدا. فبالتالي انا مطمن يعني من الشخصيه بتاعت مستر فيتوريا، شخصيه منتزنه جدا زي ما بقول لحضرتك، شخصيه قويه وبيتعامل مع اللعيبه بروح كويسه جدا. فبالتالي هو بيعرف امتى يجمع وبيعرف امتى يشد وبيعرف امتى يقرب من اللعيبه، فهو اكيد اخذ الموقف المناسب، فبيعتبر الموضوع عنده بالنسبه له. طيب طلب ايه، طلب ايه استعدادا لامم افريقيا يا حاج عامر؟ مباريات وديه، توقف الدوري امتى، طلب حاجه؟ هو هيقدم البرنامج بعد المباراه بتاعت يوم الاحد ان شاء الله، المعسكر اللي بعده. ان هو هيجمع يوم اثنين، اول مباراه البطوله تبدا يوم 13، اول مباراه لنا يوم 14، وبالتالي هيبقى عنده 12 يوم في الفتره ديت كاعداد قبل بطوله امم افريقيا، فهيقدم البرنامج بتاعه سواء مباراه واحده او مباراتين في الشركه الراعيه، طبعا هي اللي بتحدد او بتقدم له المعسكرات المتاحه ايه سواء داخل مصر او خارج مصر، ومستوى المباريات اللي هو طالبها. والحمد لله ان الشركه الراعيه عملت معسكر على اعلى مستوى في الامارات. احنا اتفقنا مع حد من المنتخبات دي ولا لسه حد؟ فندم؟ اتفقنا مع اي من المنتخبات اي مباريات وديه؟ لا لا في اتفاقات؟ لا لسه ما حصلش. لا هو اللي بيحدد المستوى اللي عايز يلعب فيه. ايوه. ومستوى ايه المنتخب؟ هل مستوى واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ وهل مباراه ولا مباراتين؟ فان شاء الله بعد يوم الاحد ان شاء الله يقدم البرنامج الكامل بتاعه واتحاد الكوره في ظهره وكل طلباته من اول ما جه بنديها له، فان شاء الله خير. بس ان نركز كلنا على يوم الاحد لان المباراه مهمه جدا جدا جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا حاج عامر، حاج عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكره القدم، بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات دي. هنطلع